بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7575 بالمنقاد والحطاب. يلا منطلقين بسم الله. أكيد 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 بإذن الله. أوكي عباس لاعب عربي قبيلة أبطال. نشوف. الله يعين سياف من البداية. والله يستر له يكون يكون معاه بيكا من البداية. لا إله إلا الله. مشكلة والله. مشكلة والله. ما أدري هي غلطة. إيش هذا؟ يا الله بس. هي غلطة طبعاً هي غلطة. هي غلطة. بس ما أدري وين حطين البيكا وكذا مع الميجانايتات هذه. شيء مرة يفقع المرارة الصراحة. مرة يغث. والله العظيم مرة لعبة تغث. الله يلعن شيطانك. الله يقلع شيطانك. حيونة والله. والله لعبة حيونة. لعبة حيونة من جد. يعني ايش هذا؟ ول. يعني والله نوعية الخصوم اللي قاعدين يجوني شيء مو طبيعي. سواء أجانب أو عرب. شيء والله مو طبيعي. ساحر الكهرب مع الحطاب. راح هجمة رهيبة. طيب لعب الخفافيش. شيء مو طبيعي والله. خنزير. ميجانايت. عملاق. ملكي. شيء مو طبيعي. لعبة ما هي طبيعية. لعبة ما هي طبيعية أبد. لعبة خرا. لعبة خرا. لعبة خرا. لعبة خرا. إذا جيت إذا شلت السياف يجونك يكثرون عليك كذا الأشياء كذا الخفيفة ذي الفتافيت المينيونز والخفافيش والهياكل. إنها لعبة زق. مو معقول كذا. وتركيل البيكا آخر شيء قبل ميجانايت. اثنين ميجانايت ورا بعض. لعبة زق. ومعقول نوعية الخصوم وصعوبتهم أشياء كذا شبه مستحيل في كل مباراة. كيف الآن سياف؟ يا الله بس. تقولي ميجانايت. نفس انا منك بيكا تكفي للأمير.
والمعامل فيك بعد. نعين سياف تني النار أمير. فالكيري نيبيكا يا الله. بس ايش هذا كله دفاعي ذا؟ لعين 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 الكلب. بعد برق بعد برق والله العظيم. لعبة وسخين، لعبة كلها صاروخ خنازير. أنا ما أعرف ليش. إيش هذا؟ الله يرحمه، أيام أول كانوا الناس يلعبون بطاقة هجومية، يلعبون شيء. أعوذ بالله. بس الآن بس كذا يقرفون العالم، بس يبغون يعذبون الناس. يعني ما أدري ليش كذا صاروا كل اللاعبين، أو اللعبة كذا تدور للناس اللي زي كذا. كلا الحالتين الوضع زفت. مرة زفت. ما أعرف يعني. تعبنا تعبنا والله والله تعبنا من هاللعبة. يا الله لا تقول. وجع 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 مبنيين. الله ياخذك يا وسخ، الله ياخذكم يا وسخين، الله ياخذكم يا وسخين يا معفنين. الكلب ضرب بالقاطعة هناك. يعني ذبحونا ذبحونا بالكلاب بحركاتهم كثرة هذه الحركات. لما ما يكون معك سياف ما تدري ليش. شوفوا كيف، شوفوا كمية المضادات. فارسة ما أعرف إيش ورتكم بلا. يا الله بس ول الحين لازم ندافع. ما فيها كلام. ليش 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 هذا المرصة؟
ايش هذا المورتر؟ ايش هذا المورتر؟ بتو مورتر الغول ما صار يعني على طول يتجه المبنى، ما يروح لجيوشي، ما يروح لجنودي، ما يروح للمر، ما التفت للبيكا ولا من البيكا، ما اعرف ليش. والله سويت له فوضى بالميني بيكا والقاطعة والحطاب، صار رعب يعني. ميني بيكا لحالها مرعبة، مع الغضب، مع الجهة الثانية في بيكا. مباراة حلوة، اللعب اثنين بيكا مرة حلو، بس مرة تشكيلته قلق خفيفة يعني، 3.3 ومبنيين قلق أكيد. هذه ميزة المنطاد يعني، برج القنبلة ما ينفع له، المورتر ما ينفع له، بس يعني يشتته ويغير اتجاهه ممكن. 3.3 مقابل 4.4 أكيد هو أخف. باقي 3 أيام على هذا عرض الرمد في القاعات المطورة، ممكن واحد يفكر فيها. عرض الكتب $5، طيب هذا الكتاب مثلا تستعمله اذا مثلا وصلت مستوى 15 تبغى تلقي مثلا بطاقة اسطورية مستوى 15، اما هنا الحين لو اشتري ما استفيد منه يعني. واذا اشتريت مرامة فرقعات لازم يكون عندك متجر بطاقات الجوكر المميزة لهذه البطاقة مثلا، يعني زي كذا. هذولي لازم نحتاج 6 وهذولي 6، ف 6 قطع تطور. فيعني الواحد يقول ممكن هذا العرض يستاهل يعني. إذا كنت تحب هذه اللعبة، أنا أتوقع هذا العرض أفضل عرض ممكن تحصله، أفضل العروض اللي ممكن تحصلها بهذه اللعبة من سنين حتى. هذا $6 بطاقة رهيبة، ما هي سهلة، تضرب من بعيد ورا الجسر وتسبب مشاكل كثير، وتخفف الإكسير 3 إكسير فقط، وتسوي مشاكل كثير للخصوم أكيد يعني. إذا تحب هذه اللعبة شوية فلوس زيادة يعني وتشتري، وبعدين ما تصرف، تقعد 2-3 شهور ما تشتري شيء في ألعاب الجوال مثلا. أتمنى تكونوا استمتعتوا. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.